أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا السائل عين ميم من الرياض يقول: أرجو عدم إهمال سؤالي، ونقول الأخ عين ميم بأننا لا نهمل أي رسالة في هذا البرنامج وفي البرامج التالية. يقول سماحة فضيلة الشيخ: هناك من يقول بأن الزواج قسمة ونصيب ومقدر على الإنسان، وأن فلانة هي الزوجة التي سيتزوج بها، وأن الإنسان في هذه الحياة إنما يختار نصيبه، فكيف تكون الزوجة مقدرة على الإنسان بعلم الله، ثم يأمرنا الله عز وجل بحسن الاختيار أو اختيار المرأة الصالحة بقوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ويقول أيضا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكذلك في الحديث: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ونسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أفيدون في ضوء سؤالي. نعم، الله جل وعلا قدر المقادير وقضى بالقضاء الذي لا بد أن يقع، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولكنه مع ذلك أمرنا باتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب النافعة من طلب الرزق واختيار الزوجة الصالحة وتربية الأولاد وغير ذلك من الأسباب النافعة، ولا نتكل على القضاء والقدر لأنه أمر غيبي وهو من علم الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن مأمورون بفعل الأسباب واختيار الزوجة الصالحة المتصلة بالصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل الأسباب، ولا تنافي بين فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر. نعم.